المحرز يتقدم، رياض بيعدي، رياض يتلاعب، ماذا يقول الحكم؟ يشير إلى استمرار اللعب في اللقطة الماضية، عادت إلى ساديو ماني، ساديو ماني بيرسل كرة في نص الملعب باتجاه كريستيانو، وصلت بعد ذلك إلى أوتافيو أقصى اليسار، هداف الدوري وإلى جانب ساديو ماني إلى كريستيانو. يا رب الأهداف وظيفته التي لا يغيب عنها ولا يأخذ إجازة منها. النصر في الكلاسيكو يكسر الباب ولا يفتحه، يكسر الباب ولا يفتحه، 1-0 عن طريق كريستيانو، عن طريق كريستيانو، 1-0 عن طريق من يسجلون عن طريقه دائما. انظر إلى ساديو ماني، انظر إلى الصناعة، انظر إلى الإنهاء، شوف اللقطة، شوف البداية السريعة في الكلاسيكو. النصر لا يفتح الباب بل يكسر مبكرا، بل يكسر مبكرا. كريستيانو يسجل أول أهداف في هذه القمة، قمة الرياض تبدأ مبكرا. 1-0 مشاهدينا متابعينا عن طريق دون كريستيانو. 5 دقائق مشاهدينا فقط كانت كافية لأن يقص الشريط هفوة دفاعية في اللقطة الماضية. ماذا يقول الحكم؟ 5 دقائق، شوف كريستيانو، شوف كريستيانو، هذه وظيفته، الأهداف، الوظيفة التي لا يغيب عنها ولا يأخذ إجازة منها. إنه كريستيانو، إنه كريستيانو، هذه بالتأكيد هواية المفضلة، يسجل هدفا مبكرا، يبدأ القمة، يعشق المواعيد يا إسلا، بالتأكيد حتى الآن غاضب وما يحتاج والحديث ما بين حكم المباراة وبقية لاعبي النادي الأهلي على ماذا الاحتجاج. الآن سنتأكد، الآن سنشاهد، شوف اللقطة الماضية وشوف اللعبة الماضية وشاهد حكم المباراة الذي يتحدث مع فيرمينيو والذي يتحدث مع بقية أسماء النصر. شايف أوتافيو اللي خطف الكرة وبعد ذلك فرانكي سييم والهدف يحتسب. 1-0، لا توجد أجمل من هذه البداية، لا توجد أجمل من هذه البداية لهذا الكلاسيكو. لسه 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 ما قلنا يا هادي، ما قلنا يا هادي، نشوف ونتابع. شوف اللقطة الماضية، هذه اللقطة، هذه اللعبة، كرة ثابتة يا تنس، كرة ثابتة ورأسية منتظرة، عرضية، رأسية متابعة. يا الله، إنه تنسكا، هكذا يعلن الغائبون عن عودتهم. يا تنسكا، هدف في الرائد ورأس في الأهلي، آخر من سجل في الكلاسيكو، لا يغيب عن قمة الرياض. تنسكا يسجل، إنه يرتقي عاليا، انظر إلى رأس النصر التي ترتفع، مدافع يصنعها، مهاجم يسجلها. 94 تنسكا، هدف ثاني للنصر، هدف ثاني للعالمين. ليلة كبيرة في الأول بارك، ماذا يحدث للنادي الأهلي؟ هل تراقبون كريستيانو جميعا وتتركون لابورت وتتركون تاليسكا؟ شايف تاليسكا كان غايب، لكن يا لها من عودة، يعود أساسيا ويسجل هدفا آخر. يا كاسترو، لا أحد بالتأكيد، لا أحد بالنسبة لكاسترو وبالنسبة لطاقم الفني ربما كان يتوقع هذه البداية السريعة، هدفين نظيفين من كرة رأسية إلى كرة رأسية، صراع الرؤوس وما بين إيبانيز. لابد بأن يكون الدفاع أقوى، لابد بأن تكون بالتأكيد مسألة اختراقاتهم أصعب. الآن المرور والاختراق، فرانكي سييم يتقدم، الله، كيسييه عملة الأهلي الصعبة، فرانكي سييم لاعب وسط لا حدود لواجباته، لاعب وسط يلعب أدوارا أخرى وأحيانا كبرى. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، نشاهد اللقطة الماضية،
الهدف الذي يصبح فيه رأس حربة ويسجل. يا للتمريرة من المجحف، شوف كيف فتحوا المساحة، شوف فرانكيسيام يسجل عندما يغيبون عن ذلك، يتقدم لهم 1-0 في اللقطة الماضية. سعادة كبيرة بالنسبة للنادي الأهلي، هدف نمساوي والكرة تتحول من الرياض إلى مجرى شيم، يتقدم هنا الدخول من ساديو ماني. الله على افتكاك الكرة، الحكم قريب الآن إخراج الكرة، تيلس بيرسل الكرة العالية، أوتافيو بينزلها، بروزو السلام، كريستيانو وقف، كريستيانو انطلق، ممكن هناك، ممكن هناك إلى بروزو، الآن بروزو، الله الله لو عدت، لازم تعدي، لازم تعدي يا رب. مستحيل، هدف الليلة، إن لم تشاهد شيئا جميلا اليوم شاهد تاليسكا، شاهد الهدف، شاهد النصر، شاهد السلاح الثقيل، شاهد العارضة التي كسرت، شاهد الشباك التي مزقت، شاهد العالم كيف يحتفل. يا لليسار، يا للنصر الذي يضرب بالنار. ماذا تريد من الأهلي؟ أخبرني ماذا تريد يا تاليسكا؟ 5 أهدافك، هل بينك وبينهم ثار؟ هل بينك وبينهم ثار؟ والآن تستردهم، 5 أهدافك وأجملها كسرت العارضة. يا للاستلام، يا للركنة، يا للقدم، يا لهدف الليلة. يا بروزو لن أنساك، يا بروزو لن أنساك، تمريرتك ورقصتك يا تاليسكا. العالم يعود عن طريق أجنحته. يا للسلاح، يا للسلاح، يا كاسترو، اليوم تاليسكا يعود ويقول أنا سلاح على كتفك يا كاسترو، أنا سلاح على كتفك يا كاسترو. 3-1، الله 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 الله، نشاهد ونتابع، هل هناك شيء سينقذ الأهلي في هذه اللحظات؟ في الجيكينج فار، شوف اللقطة، شوف ساديو ماني وخطف الكرة، هي بدت من ساديو ماني، هي بدت من هذه اللقطة، هي بدت بعد ذلك من ساديو اللي بدوره أرسل كرة بعد ذلك، بعد قطع الكرة والأحاديث. 3-1، نشاهد ونتابع كاسترو وحكم المباراة في حديث مع اللاعبين. 3-1 مشاهدينا متابعينا، في قمة كبيرة، في رتم عالي جدا جدا جدا، ونشاهد نو فاول والشيك كومبليت بالنسبة للنصر، وفرحة تاليسكا تكتمل حتى الآن بهذا الهدف وجماهير النصر. 3-1 مشاهدينا، في هدف الأسبوع، في هدف الجولة، في السلاح الذي يتم استخدامه. 5 أهداف تاليسكا مع النادي الأهلي، ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ هل تثأر من أهداف عمر؟ يا تاليسكا، يا تاليسكا، الآن الهدف يحتسب. 3-1، قمة كبيرة فيها، بيتقدم في الجهة اليمنى، محرز بيرسل الكرة إلى جابري، محرز عرضية، الكرة تتهيأ والسقوط، هناك ركلة جزاء مجانية، تاليسكا مجانية، لم يكن لها داع، نجح فيها بسام في اللقطة الماضية. تاليسكا الذي ضاعف النتيجة قد يتسبب في تقليصها على فريقه. يا للأخطاء التي تأتي عند فقدانك التركيز، شوف شوف شوف، ما لها داعي، ما لها داعي، لكن بسام، لكن بسام يحصل على لقطة قد تعيد ابتسامة لجماهير النادي الأهلي، قد تعيد ابتسامة للفريق الذي لا يريد أن يخسر بعد أن خسر مباراته الماضية أو قبل الماضية أمام الفتح. رياض محرز على تنفيذ ركلة الجزاء لمصلحة فريقين، يومها حمد الله أهدرها في مباراة فاز فيها النادي الأهلي بهدفي فتوحي، والآن ركلة جزاء كريستيانو يريد أن يبدأون به إن سجلوا، لكن عليك أن تفعلها، أن تسجلها. رياض الآن سيتقدم، حكم المباراة والصافرة، الآن رياض يتقدم، الله، رياض يقلص قمة الرياض الآن ويعود بالنادي الأهلي لتصبح النتيجة 3-2، 3-2،
الرقم 7 في الجولة 7 يظهر ولو من علامة الجزاء. يا للهدف وتوقيته، يا للسيناريو الذي يبدأ، يا أسلام، يا للشوط الثاني الذي يفتح لنا أبوابه، يا للكلاسيكو الذي تلسكا في مكان كريستيانو يضرب. الله، وراء كل هدف، وراء كل حدث، وراء كل مرمى يتحرك، وراء كل شباك تهتز، وراء كل مدرج يقفز، وراء كل صرخة، وراء كل فرحة، كل تلويحة، كل تشجيع، كريستيانو العب، كريستيانو العب ومن غيرك يلعب. اليوم والعرض السعودية في اليوم الوطني بالأمس يحتفل بالسيف، واليوم يقول أنا سيف النصر، أنا سيف النصر. سبق السيف الآن، سبق سيف كريستيانو، كريستيانو، أوه يا كريستيانو، يا كريستيانو. في القمم ومن لها، ومن غيرك يحضر في هذه المواعيد، ومن غيرك يدخل القلوب، ومن غيرك يكتب الاسم، ومن غيرك يسجل الأرقام، ومن غيرك يحطمها، ومن غيرك يسعدهم هكذا، ومن غيرك يظهر في الوقت الصعب، ومن غيرك يراهنون عليه. يا كريستيانو، يا كريستيانو، يا كريستيانو. 4-2 4-2 4-2. شفت اللمة، شفت السحبة، شفت التسجيل. ارقص واحتفل والعب، يا لللقطة، يا لللقطة. انه يوجه رسالة العالم، انه يحتفل بالموروث وينقل الحضارة لكل العالم. اليوم لم تعد تحتفل انت فقط باهدافك، العالم كله يحتفل ايضا. كريستيانو يعطينا هدفا اخر، كريستيانو يعطينا. اراد الاهلي ان يقترب ولكن قتلهم رونالدو بالرابع. ماذا عن هذا؟ هل تعيدهم؟ الله، الله، من الاستلام هدف، من الاستلام هدف في راس البريكان أمامهم، أمامهم. لن يفوت الفرصة، معهم لم يجد الفرصة. يا للهدف الذي أعاد حياة الأهلي، يا للفراس، يا للفراس. لكن الهدف كله رياض، الهدف كله رياض. هل تسجل هدفا بأقدام غيرك؟ نعم فعلتها يا رياض، فعلتها. استلامك، استلامك يا مخرج الاستلام كلام، السحبة كلام، الصناعة كلام. هل يدفع